أهداف وكيف تصل لهدفك، ولا بد أنك تواجه مشاكل وعقبات. اليوم أنا قلت لهم ما راح أنقل لكم قصة، اليوم سأحضر لكم قصة. ودنا أنك تتحدث البروف عبيد عن حياتك من طفولتك، وأنا أتمنى ترى أنا أحب أن ننسى الكاميرات، أحب أن نسولف بكل إريحية، أبيك تعلمني عن طفولتك والأشياء اللي واجهتك كعقبات إلين وصلت إلى هذا المسمى اللي الأمانة كثيرين يتمنون أنهم يصلون إليه. حقيقة أنا من أصعب الأشياء اللي الإنسان يتحدث عن نفسه، لكن أنا بدايتي بداية أي طفل عادي. الوالد الله يحفظه لنا ويمتع بالصحة والعافية، وجهني أنا وإخوتي إلى حلقات التحفيظ منذ الصغر، فدخلت حلقة التحفيظ وأنا في الابتدائية، ومن ذلك الوقت رسمت لنفسي طريق أن أجمع ما أستطيع من النجاحات ولا أكتفي بنجاح في جهة معينة، وجعلت لي هدف في الحياة سامي ألا أتوقف عند أي هدف. يا سلام. كلما وصلت إلى هدف أبدأ لأصل أو لأضع خطة لهدف جديد، لأن الإنسان يا أحبابي حقيقة عندما يمتلك ثلاث هاءات في الحياة، هاءات، فإنه لابد أن ينال من توفيق الله عز وجل نصيب. الهاء الأول الهم، والثاني الهمة، والثالث الهدف. سلام. هذه الثلاث الهاءات يا أبنائي يجب على كل إنسان يريد أن يحقق مجد أن يغرسها في قلبي وأن تسير في خلايا روح. الهم، ما هو همك؟ ثم ما هي الهمة التي تأخذك لتحلق بك حتى تصل إلى هدفك؟ هذه حقيقة أمنية وحياة أنا عشتها. يعني بدأت بالتحفيظ، أميت الحمد لله في أغلب مساجد المدينة، أميت في قباء، أميت في القبلتين، أميت في الميقات. قبل ما توصل لهذه المكانة، معليش على مقاطعتك، قبل لا توصل إلى أنك تأم المساجد توصل لهذه، ما كان في قصة معاناة؟ ما قد يوم يعني حسيت بضوائق مالية كبيرة، حسيت بألم، بحزن، إن فلان أحسن مني، فلان ما أقدر أوصل للهدف؟ نعم، كل هذا حصل. ومن لا يتألم لا يتعلم، ومن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. مشرقة. يا سلام. يعني أنا أذكر أنني في بداية حياتي ما كان عندي وسيلة مواصلات، فكنت أذهب إلى المسجد النبوي، يبعد عن بيتنا أكثر من 3 كيلو أكثر، كنت أذهب مشيا وأعود مشيا لأني لا أملك أي وسيلة مواصلات. ثم الله عز وجل وسع علي واشتريت أذكر سيكل، كان يعني بالنسبة لي فرج عظيم جدا. تروح بسيكل للمسجد النبوي وترجع؟ وسرق. ها؟ وسرق من عند المسجد النبوي. وانسرق بعد؟ انسرق. حللينا. وكانت المصيبة بفقده كبيرة جدا علي، فسبحان الله يعني كانت معاناة. حتى أني لما درست في الجامعة الإسلامية ما كنت أجد وسيلة مواصلات إلا هذا السيكل. كنت أذهب إلى الجامعة الإسلامية تقريبا 5 كيلو بالسيكل وأعود بالسيكل. فحقيقة يعني كانت الظروف المادية صعبة، وقطعنا هذا المشوار. وأذكر سبحان الله أنني كنت من المميزين في المتوسط على مستوى المدينة، لكنني اخترت الجامعة الإسلامية مع أني كنت من الأوائل، لكن لهدف، للعلم الشرعي. فبعض الذين كانوا ينافسوني على الأولية في المرحلة المتوسطة لما
وصلت التعليم أخذت الماجستير والدكتوراه، فوجئت وأنا أدخل أحد القاعات لأدرس بأن ذلك الأخ اللي كان ينافسني طالب عندي. سبحان الله. فهذه سبحان الله من الأشياء الغريبة، لأنه أراد بعد ما صار مدرس سنين أراد أن يواصل ماجستير ودكتوراه، فسبحان الله يعني شرفني له أن أدرس زميلي. ما شاء الله. فأقول لكم بكل صراحة، السلف عندهم قاعدة جميلة يقولون قولوا لغير الصادق لا يتعنى. غير الصادق؟ قولوا لغير الصادق لا يتعنى. الصادق ليست ليست النائحة كالثكلة. عندك هدف صدقت مع الله ستصل، مهما كانت العوائق، مهما كان المخذلون، مهما كانت الإمكانات، مهما كانت المعوقات سوف تصل. لكن يجب أن تدفع الفاتورة، فاتورة تعب، تضحية، صبر، جلد، يعني بكل ما تعنيه الكلمة. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق صبر. وأنا ما أظن نفسي أني بلغت المجد، لكن ما حققته لنفسي من أمور بتوفيق الله وإعانته، كم عانينا وكم قاسينا من أجل أن نحقق. يعني أنا أذكر أول ما تخصصت في علم الحديث وبدأت أقرأ، كنت أبقى 3 أيام من أجل تخريج حديث واحد، تفسير مصطلح تخريج حديث حتى أعرف أجده في مظانه، أين أجد هذا الحديث، في مسند أحمد، في أبي داود، في كذا، في أجد 3 أيام. ليش؟ ما عندي آلة، الآلات ما هي موجودة عندي، الكتب غير موجودة، ما عندي حتى كتب، ما عندي فلوس أشتري كتب، مع أنه كتبتي الحمد لله الآن تزيد على يعني 70,000 ريال، لكن بدايتها ما كان عندي 5 كتب، ما كان عندي ولا أستطيع ولا أملك أن أشتري كتاب واحد. والله أراد سبحانه.